عن أهم منجزات في مجال تربية الأحياء المائية للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق تجمع الدستوري. تفضلوا سيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب. السيد الوزير، من أهم القطاعات اللي جاء بها مخطط اليوتيس وهو قطاع تربية الأحياء المائية. هذه تربية الأحياء المائية طلبات الوقت، لأن طلبات دراسات ودراسات كبيرة ودقيقة، لأن دراسات عن الشاطئ المغربي اللي فيه 3500 كيلومتر، ولأن هذا النوع ديال المشاريع ما يمكنلكش ديرها فين ما بغيتي في الشاطئ المغربي. كاين معطيات وكاين لي كارتيريستيك اللي خصهم يكونوا كيسمحوا باش يضمنوا الاستثمار ديال هذوك المستثمرين كبار ولا صغار اللي غادي يجيو غدا لهذا الميدان. فاحنا عرفنا بان الدراسه خدات وقت وكاين متدخلين اخرين. بغينا السيد الرئيس تعطينا الحصيله ديال هذا المشروع. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. تفضلوا السيد الوزير. مشكورين. تقريبا شكرا. هو منذ سنة 2009 وضع المخطط اليوتيس تربية الأحياء كأداة ديال التنمية أداة للتنمية المستدامة. عملنا بواحد يعني جبنا واحد لوفا ديال الاستثمار فيها الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الرئيسية، تمديد العمل بواحد الخفض ديال الرسوم الجمركية على الأعلاف ديال البواسون لحدود 2.5%، وعطينا الانطلاقة ل 13 طلب لإبداء الاهتمام موجهة للمستثمرين المغاربة والأجانب مهتمين بالمقاولة والمقاولين الشباب، واللي صفرات على اختيار 265 مشروع. تم الشروع في إنشاء 96 منها في يعني ساحة 1190 هكتار لإنتاج سنوي مرتقب كينهز تقريبا 75 ألف طن، وباستثمار كيتقدر ب 895 مليون درهم، وتوفير 1117 يعني المنصب ديال الشغل. شكرا السيد الوزير. تعقيب سيدنا المحترم من فريق التجمع الدستوري. الرئيس، السيد الوزير، لاحظت ان في الجواب ديالك القيم دويتيو على المستثمرين الصغار اللي غادي يكونوا في هذا الميدان اللي هو ميدان جديد، واللي حقيقه الوزاره كتواكبهم وكتعطيهم حتى واحد لا سوبونسيون. يمكننا نقولوا ان يمكننا الا نهنيو نفسنا على هذه السياسه، لان هذه هي السياسه ديال التنزيل ديال الكلام ديال جلاله الملك ملي قال نصره الله في هذا البرلمان. واش خلقنا ثروات؟ نعم. واش وزعناها بطريقه عقلانيه؟ ما اظن. هذه هي الطريقه العقلانيه، وهو ملي الدوله دير شي سياسه وتبدا بهذوك المقاولين الصغار وتواكبهم وتعطيهم وتعاونهم حتى ماديا وتواكبهم مع الابناء. فكنتمنى ان داك الشيء اللي درتيه في الميدان ديال بيلاجيك واللي نجح لدرجة ما أن اليوم عندنا وزين في الداخلة كتخدم 1800 ديال البشر، وزينات أخرين العشرات اللي كانوا واقفين واليوم خدامين، نفس الشيء ديروا في هذا القطاع. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. هل من تعقيب إضافي؟ ما كاينش. تفضلوا سيد الوزير فيما تبقى من الوقت. شكرا. في أفق 2025 غادي نجزوا تقريبا 4300 هكتار، غادي تعطينا 165 ألف طن ديال لا برودكسيون، ودرنا 116 مشروع ذا طابع اجتماعي لفائدة المقاولين الشباب والتعاونية ديال الصيد البحري. هادو عطيناهم 130 مليون ديال الدرهم، عاوناهم باش يديروا مقاولات دي زونتربريز باش يدخلوا في هذا الشيء ديال لاكواكولتور. هو اللي بغي نقول، لأن جا واحد السؤال قبيله قال لك عملتوا 500 طن ولا جوج، بأنه هذا استثمار اللي كياخذ الوقت، خاص لا كونيسونس ديال لو ميليو مارين، خاص لا ريشيرش تعمل العمل ديالها باش الناس اللي غيجيو يستثمروا نهار اللي يديروا لاكواكولتور ما يكونش عندهم مشاكل، خاص من بعد واحد لي بلون داميناجمون اللي كياخذوا الوقت، خاصك الاستشاره مع السياحه ومع يعني الاداره الترابيه وهذا وهذا باش تلقى واحد الاتفاق بان هذيك المنطقه تبقى معزوله وخاصه بلاكواكولتور. شكرا. ومن بعد شكرا.